طيب يعني انت البيزنس موديل بتاعك انك هتعمل محطات مثلا والناس تأجر العجلة، ولا واحد مثلا يمتلكها، ولا مينلي المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي احنا تصنيع فقط. احنا بنصنع البايكس بكواليتي معينة بسعر تنافسي ونبيع. ده المرحلة الأولانية بتاعتنا. قدرنا نعمل شراكات مع جهات مختلفة من غير ذكر أسماء، شركات قطاع خاص وأجهزة حكومية. احنا حاليا بنجهز لأول مصنع مصري لصناعة الدراجات بجميع فئاتها، بنجهز لده دلوقتي. احنا قدرنا ان احنا يبقى عندنا اكسبانشن بلان مع شركات مختلفة في القطاع الخاص. يعني خليني اقول لكم مثال واحد، انا قعدت مع شركة قطاع خاص في مجال تستخدم الدراجات النارية، وعايزين يتحولوا لوسائل النار الصديقة للبيئة، العجل بالذات الكهرباء. جربوا يستوردوا عن طريق شخص او شركة ما، استورد لهم بايكس كهرباء. قعدت معاه قال لي اولا البايك جات لنا كواليتي رديئة جدا، الرينج بتاعها 25 كيلو متر، رينج البطارية 25 كيلو متر، السبيد بتاعتها 20 كيلو متر، سعرها 15000 جنيه. طيب انا اكمل حاجه بس، انت مش مدينا وقت، مش مدينا فرصه لازم يساله. اوكي جه بعد كده، انا اوريدي مجرد ما شاف البايك هو اوريدي خد معايا ستيب في 1000. اوكي انت معلش بقى نسال بقى، اوكي انت الطاقه الانتاجيه بتاعتك قد ايه تقريبا؟ احنا حاليا بنجهز لطاقه انتاجيه 20000 دراجه سنويا، المصنع اللي احنا شغالين عليه كتجهيز. تقدر توصل الرقم ده؟ يس. طيب انا من خبرتي في السوق يعني في الاسعار، انا شايفه ان انت بعت 500 بس ممكن يبقى اخرك تبيع مثلا 3000 او 4000، فهيبقى عندك كاباسيتي كبيره قوي. هل انت فكرت انك انت يبقى عندك اتنين براندز، واحد اللي هو بنسميه البريميوم اللي هو بيبقى السعر الاعلى بالمواصفات الاعلى بكل حاجه، وواحد تاني اللي هو للماسز اللي هي انك انت محدد برضو A و B بلس، A و B بلس مش شرط ان هم يجيبوا لك الكمية او العدد اللي انت عايز تبيعه، فانت لازم تفكر في ان السوق بتاعك مقسوم اتنين، واحد اللي هو البريميوم، واحد اللي هو الماس. هل فكرت في حاجة كده؟ طبعا. المصنع اللي احنا شغالين دلوقتي على تجهيزه هو هيصنع جميع فئات الدراجات بجميع اشكالها وانواعها وفئاتها، بل كمان جميع وسائل النقل الكهرباء الصغيرة بكل انواعها وفئاتها، من اول العجله العاديه خالص اللي ب 3000 جنيه لحد البايك اللي توصل ل 20 و 25000 جنيه، كل ده هنشتغل عليه كتصنيع. والفيرجنز اللي احنا نازلين بيها بالفعل واللي احنا بعنا منها زي ما قلت لحضرتك، فيرجن ب 18000، فيرجن ب 12000. ال 12000 في الكهرباء از مينيمم كواليتي ستاندردز، ده سعر رخيص جدا. بس ده مستورد موجود منه ب 12 وموجود منه ارخص كمان من كده. الارخص من كده مش الكواليتي ولا الماتيريالز خالص. خد بالك، فانت بتقول نقدر في نفس الفئه بتاعتك. انا بقارن، انا انت جودتك اعلى منه طبعا. انا النهارده في جهه حكوميه بدون ذكر اسماء استوردت 350 دراجه كهرباء من الصين بسعر 12000 جنيه. بص، في حاجه اسمها فاليو ايكويشن. انا يعني هو تقريبا منتصر مش عارف يلاقيها من دكتور خالد ولا من رندا، كله داخل عليه، ربنا يستر. لازم تسمعهم، لازم تسمعهم. اتفضلي يا رندا. في حاجه في الماركتنج اسمها فاليو ايكويشن، مش عارفه بالعربي ايه بالظبط، بس هي بتبقى الجوده مع السعر. الجوده مع السعر مع بعض. فانت المستهلك بتاعك ممكن ما يبقاش عايز كل الحاجات الفيتشرز او كل المزايا اللي انت مديها له ب 12000، ممكن يبقى راضي جدا ومبسوط جدا بحاجه ب 5000. انت لازم تبتدي تفكر السوق يتقبل منك ايه بسعر ايه. ما ينفعش كده تحط السعر وبعدين ترميه على السوق. لا خالص، احنا خلال انت كده بترمي على السوق ويا سوق بقى يلا. انا عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه اهم. اهم من كلامي؟ لا أخطأ. السعر اللي الصين بتبيع بيه انت ما تعرفش هي بتكسب قد ايه، صح؟ تعرف؟ لا انت تعرف هي بتبيع بكذا، السوق فاضي ما فيهوش منتج، بتبيع بالسعر اللي هي على مزاجها، بتقارن نفسها بالالماني بالبتاع، طبعا هتبقى رخيصه جدا. لو حضرتك ظهرت النهارده وبعت باقل منهم هيسكتوا؟ هو ده السؤال. الصين في الحاجات دي ما بتهزرش. طول ما المنتج ما فيهوش قيمه مضافه عاليه قوي، فلازم حضرتك تشرح لي ايه الكومبوننت في كل اللي انت عامله ده اللي الصين ما تعرفش تعمله ارخص منك بكتير. حضرتك قلت السوق 200 مليار وانت عايز تاخد منه 20 مليون، يبقى انت بتاخد قد ايه من السوق؟ انا كده واحد من الالف بالظبط. في حد تاني واخد 99 وتسعة من وتسعة من مية من هذا السوق، يبقى بينتج قدك ألف مرة.
اللي هو دكتور خالد دلوقتي نقل منتصر من منافسه مع المتسابقين بتوع الحلقه دي للمنافسه مع الصين كلها. عالم السلع كوموديتي، السلعه دي كوموديتي ما هياش حاجه فاهم صعبه قوي للدرجات دي، فلازم تفكر فيها. مصر كانت بتصنع دراجات في الستينيات، انا ركبت دراجه مصري اوكي، وبطلنا ليه؟ عشان جالنا من بره، عشان خلاص خلاص عشان ما طورناش، ما عرفناش ننافس، ما طورناش في الار ان دي، ما عرفناش ننافس طبعًا. كويس طيب. فدي مهمه قوي. دكتور يحيى عندك بس سؤال؟ اقول حاجه على دكتور رندا، احنا بالفعل قادرين بالاستاديز اللي اتعملت خلال، احنا بقالنا 5 سنين شغالين على البروتوتايبنج، باي ذا واي ده رابع بروتوتايب عشان ينزل الكاستمرز يقبلوه كشكل كفيتشرز وكسعر، احنا عملنا ده رابع ريديزاين. فبالفعل احنا دارسين الماركت كويس جدا وقادرين ان احنا نعمل برودكتس مختلفه بفئات اسعار مختلفه تغطي شرائح مختلفه. عندك سؤال يا دكتور؟ هو مش سؤال، هو كومنت يعني، ان هو برضو لصالح المتنافس هنا ان نسبة التصنيع المحلي عنده طبعا كويسة جدا، وبالتالي في قوانين في الوزارة وفي حتة تانية بتؤيد التصنيع المحلي، وبالتالي ممكن يبقى عنده قدرة تنافسية من الدايمنشن ده. بالظبط، خلينا أؤكد على كلام حضرتك، من 5 سنين البروجيكت ده ما كانش ينجح، لكن أوكي. دلوقتي كل ما الكومبوننتس بقت لوكال كل ما الكوست بقى اقل معايا، احسن من ان انا استورد. ماشي، يلا نعمل الراوند الثانيه من التصويت والارقام ونشوف ايجايك هيزيد هينزل هيعمل ايه. يا ترى هيزيد ولا هينزل؟ انا حاسس انه هينزل. قسوه كالعاده دكتور يحيى. تمام، شكرا، انا بشكرك شكرا جزيلا. يعني بص، هي ارقام مش هقول لك كويسه ولا مش كويسه، ولكن انت دايما عندك فرصه ثالثه مع المستثمر ومع الحكام كمان، الموضوع مش سهل بس ان شاء الله خير. اتفضل. شكرا شكرا، حلوه العجله بس يعني اعمل منها، لا سيبها شويه ما تخافش هنرجعها. لا شوف فيها بس عشان ما تخافش. لا ما تخافش. اوكي، شكرا.